منها بعد. يعني ربما عندما نذهب الى الجنازه نتاكد من العدد الصحيح، يعني نظرا لان الالاف يعني هنا يسيعون وصعوبه الوصول لدى النعوش من الامام. لكن الشهود العيان هنا اكدوا لنا انهم 47 سنتاكد من هذا الفعل. بعد توقف طلقات النار احمد، هل عادت الجنازه في طريقها؟ طلقات النار يعني بعض المواطنين ينصروا على اسطح الابنيه المحيطه، هو ده سرقوه. احنا هذا الشارع هو شارع 23 يوليو 23 يوليو، نحن في شارع 23 يوليو الآن، والبعض من المواطنين ينظروا